الله أكبر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله أكبر. إن أمة الإسلام لقيادة ربان سفينة البشرية لعائدون. الله أكبر. إن إخوتنا الأتراك لصاعدون. الله أكبر. إن هذه الأمة باقية ما بقي الليل والنهار. الله أكبر. إننا مسلمون. الله أكبر. إننا مؤمنون. الله أكبر. إننا ملبون مستغفرون. شعار المسلمين. نحن أمة إذا فرحت كبرت. نحن أمة إذا أعلنت النفير كبرت. نحن أمة إذا جاءها مولود أذنت في أذنيه وكبرت. نحن أمة إذا أذنا للصلاة كبرنا. نحن أمة إذا أقمنا للصلاة كبرنا. نحن أمة إذا دخلنا الصلاة دخلناها بالتكبير. نحن أمة إذا صرنا في قلب الصلاة انتقلنا بين أركانها بالتكبير. نحن أمة إذا أردنا أضحية أديناها بالتكبير. نحن أمة التكبير شعارها. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير عقيدة هذه الأمة. معناه الله أكبر. أكبر من كل شيء. الله أكبر يعني هو الباقي وغيره زائل. الله أكبر. سنته سننه ماضية إلى قيام الساعة. هذه الأمة باقية ما بقي الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. 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 هناك مبنى في موسكو أيام الاتحاد السوفيتي اسمه مبنى الكي جي بي يعني المخابرات. اليوم الطابق الرابع فيه مسجد ومركز إسلامي. الله أكبر. عندما تصدى إخوتنا الأتراك للانقلابيين تصدوا بالله أكبر. ماذا يعني ذلك؟ أن المسلم لا يخضع جبهته إلا لله. أن المسلم لا ينكسر إلا لجلال الله. إلا لذات الله. الله أكبر. الشيخ سعيد النورسي رحمه الله اعتقل في الحرب العالمية الثانية. اعتقله الروس وكان في المعتقل وجاء الجنرال وكان صهر قائد الجيش بكلمة يقتل من يقتل وبكلمة يفرج عمن يفرج. فقام الجميع وبكل خوف وصغار يقفون ولم يقف الشيخ سعيد النورسي. فتركهم جميعا وأقبل إليه. قال ألم تعرفني؟ قال بلى، أنت الذي يقولون عنك إنك الجنرال فلان. قال ولم لم تقم؟ قال لأن لي دينا يجعلني أعز من على هذه الأرض. فأكبر فيه عزته وهو معتقل وأفرج عنه وترك الآخرين. أيها الإخوة، علينا أن نتعلم من شعارنا الله أكبر أن تمتلئ قلوبنا حبا بالله،
وخشية من الله وإقبالا على الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أمة الإسلام باقية ما بقي الليل والنهار. الله أكبر أن جاءنا العيد، الله أكبر أننا اجتمعنا بكم، الله أكبر أنني أقف بين أيديكم خادما لأقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأمتنا الإسلامية بخير. أسأل الله عز وجل أن نرى يوما يعز فيه الإسلام وأهله ويزل فيه الشرك وقومه، وما ذلك على الله بعزيز. إخوتي الأكارم، عندنا هدايا للأطفال، وعندنا وهؤلاء الأطفال هم قادة الغد، هم رجال الغد، وعندنا تكريمات، وعندنا وعندنا. فأرجو ألا نحرم هؤلاء الأطفال، وأن يبقى من لديه طفل، وأن نشجعهم على الأقل فليسعف النطق إن لم يسعف الحال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير.